صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: مسافر صلى مع مقيم صلاة الظهر، نعم، فسلم من اثنتين ولم يتم الصلاة معه، فما حكم صلاته؟ صلاة باطلة غير صحيحة، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يتم ولا يقصر، هذا هو السنة. نعم.